جانيكم في ما زلنا موصلين معاكم اليوم اربعه ديسمبر اليوم سعر الدينار التونسي مقابل الاورو والدولار نحكيو على الدولار بثلاثه 310 عشره كيف كيف نحكيو على سعر صرف الدينار التونسي مقابل الاورو لليوم الاثنين اربعه ديسمبر نحكيو على ثلاثه تسعه وثلاثين دينار سعر الذهب اليوم شهد تقريبا ارتفاع ملحوظ ب 54 دينار ونحكي على سعر جرام ذهب عيار 24 208 دينارات وسعر جرام ذهب عيار 18 156 دينار احنا مازلنا مصرين معكم